الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكرا لكم ومرحبا بكم في عاصمة الاقتصادية في كاميرون دوالا، ومرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحومة التي أكثر سكانها مسلمون، وهي حومة يومبل أو نقول يومبل هاوسا. فنحن في هذه الحومة تقريبا قرنين، يعني منذ أجدادنا، ونحن من الأصالة حقيقة مسلمون، لكن من تلك الناحية نيجر ونيجيريا أجدادنا ثم وصلوا إلى هنا. حقيقة أن قبيلة الهوسة هم الذين جاءوا بالإسلام في كاميرون بشكل عام، وقد توسعوا في كل نواحي الكاميرون، ونحن من هذه الناحية في دوالا. فهذه الحومة هي حومة المركزية للمسلمين في مدينة دوالا، في عاصمة دوالا. فلذلك أكثر سكانها إذا ترون تجدونهم مسلمون يصلون خمس صلوات، ومن كل جهة سوف تجدون المساجد مبنية من سكانها وغيرها مبنية من خارج، لكن أكثر المساجد نفس المتوطنين المسلمين هم الذين بنوها. فتجدها أيضا خمس صلوات وفي خمس أوقات ممتلئة، وأكثرهم شباب. ونحن نحمد الله كثيرا، حيث أن شبابنا مهما تغير الزمان ما زالوا على الصلاة وعلى الدين بشكل عام. يعني كل ما ينتي من الزلزال والتغيرات الزمانية، فنجد أن شبابنا ما تركوا الصلاة. في هذه الناحية واقعا نحمد الله كثيرا. فلذا إذا ذهبتم في مساجدنا تجدون تقريبا 70% شباب، وهذا واقعا فوز عظيم، ونشكر الله على ذلك. اسمك وعملك؟ اسمي شريف عبد الكامل، وأنا مولود من هذه المدينة، وكذلك أجدادي أيضا من هذه المدينة. حقيقة لا نعرف مدينة أخرى غيرها. ماذا تعمل؟ أنا إمام للمسجد، مسجد الإمام الحسين في نفس المنطقة، وكذلك مدرس في ياوندي، هناك جامعة أدرس هناك. نعم، أدرس بعض المواد هناك في جامعة المصطفى في كاميرون. نعم نعم، أدرس هناك علوم الدين وكذلك ما يتعلق بالمنطق والفلسفة. نعم، شكرا.